الآن بكم مشاهدينا إلى باريس ونتابع البيان الختامي لقمة المناخ والذي يلقيه الرئيس الفرنسي إلى هناك. And in this second commitment, there is once again one thing that is missing. هناك شيء مفقود وهو القوة التي كانت لدينا فنحن قمنا بجهد كبير جدا في أفريقيا ولكننا في النهاية لم نصل إلى التمويل الذي نحتاجه لتغيير المستقبل بشكل إيجابي. الالتزام الثالث هو أيضا دعم الأبحاث الخاصة بتغير المناخ وندعم العلماء لأبحاثهم ودراساتهم. فهناك أيضا 50 مليون دولار مخصصة للمنح الدراسية الخاصة بتغير المناخ ويجب أن نشجع المساهمون والمتطوعون في أوروبا للتفاعل في هذا الأمر. وهناك مشروع أيضا تقدم إليه الكثيرون وكانت مكافأته كبيرة ونحن ندعم المترشحون والمساهمون في هذا المشروع. وكان يمكن أن يهمل هذا المشروع نقص التمويل. الالتزام الرابع والذي قررناه اليوم بفضل العمل المشترك هو أن نحاول أن نسهل الوصول لتمويل الدعم للمناخ والاقتصاد الأخضر. فاللجنة الأوروبية ولجنة الاستثمار الأوروبية ستساعد وستجعل الجمهور يصل بشكل أسرع وأسهل لمشاريع المفيدة للبيئة والمراعية لظروف المناخ. أيضا هناك سوق هام في هذا المجال يجب أن نستهدفه. هناك أيضا مجموعة محافظون وحكام لولايات تعاونوا وتقدموا ورأيناهم اليوم سيساعدون في هذا الأمر. هناك تحالف أيضا تم تشكيله في الكثير من البلدان لتقليل انبعاثات الكربون، ذلك في بلدان ومناطق مختلفة. وسنصل إلى أقل معدل انبعاثات الكربون في خلال عام 2020 وهذا هدف من أهدافنا. أريد أن أشكر أيضا كل من ساهم في هذا العمل والذي ساعدنا في الكثير من المشاريع الأساسية. وأيضا المساهمة في تحقيق أهداف حماية البيئة والتأقلم مع تغير المناخ. بالأمس أيضا كان هناك اجتماعات لتوحيد الجهود وتجميع البلدان من أجل عمل مشترك موحد. الالتزام السادس له علاقة بالثورة الخاصة بالاقتصاد قليل الكربون. هناك تحالف تم إطلاقه والذي يتضمن العديد من الشركات والتي تحاول أن تقلل استخدام الكربون والإنتاج